كيف حالك يا حسام؟ كيف حال العرب؟ ما أخبار إخواننا في أورشليم؟ أورشليم في أسوأ حال يا مولانا السلطان، لا أمل لها غيرك. أورشليم تنتظر أن تلبي أخيرا نداءها. عرب أورشليم لا يمرون اليوم غير الأسى والخوف أمام هجمات الصليبيين المتتالية. إنهم يعيشون في الذعر، وبدلا من الابتسامة التي كانت تضيء وجوه الأطفال أصبح الفزع اليوم يمزق قلوب الصغار والكبار. عرب أورشليم الذين غرسوا في أرضهم جنات تحولوا إلى مهاجرين مشردين تقذفهم الأرض الطيبة التي امتلكوها منذ أجيال وأجيال. إنهم جياع يا عظمة السلطان، جياع، ومع ذلك فهم ما زالوا يحلمون بالخلاص يا سلطان العرب وينتظرون. ماء هذا البير صالح للشرب. يا إخوان، ألم أقل لكم إن الله لن يتخلى عنكم وإنكم ستعودون إلى بلادكم معزدين؟ لقد استجاب الله دعواتنا وأرسل لنا منقذ العروبة. اسمعوا، اسمعوا هذه طبوله، اسمعوا هذه بشائره، هو